كم الضعيف يعني عند حدا بيلعب يحكي ما بيطلع صوتك. من نص ساعة تقريبا الطيران الإجرام الروسي ضرب هاي المنطقة هون. طبعا هاي المدجنة هون موجودة فيها كانوا عائلة نازحة من شرق الطريق. طبعا حجم الدمار ممكن مبين. طبعا في 3 إصابات أو 4، نحن شلنا 3 إصابات، في رجل ومرة امرأة يعني وولد صغير. وطبعا عدد الاصابات اللي شالوهم قبل ما نصير نحن على الضربة على الموقع. طبعا تم اليوم استهداف القرية بحوالي أكثر من 70 صاروخ وقذيفة مدفعية، صواريخ محملة قنابل عنقودية من المفروض أن تكون محرمة دوليا، لكن للأسف هذا النظام الفاجر لديه رخصة دولية بقتل هذا الشعب البريء بكل أنواع الأسلحة باستثناء السلاح الكيميائي. الحصيلة حتى الآن 4 شهداء وعدد من الجرحى، والآن كما تشاهدون أصبحت الضيعة القرية عفوا خالية على خاوية على عروشها، حركة نزوح قوية بسبب هذه الحملة المفاجئة والقوية التي حدثت صباح اليوم. نطلع بجهة من صبر الدولة وباخذ الألبوم وصور برا كيف؟